مجموعة سيجنا هولدينج تعلن عن أكبر عملية إفلاس في تاريخ النمسا. النمسا تعول على دور مصري لإطلاق رهينة نمساوية لدى حماس. حزب الشعب يسعى لتصعيب لم شمل اللاجئين في النمسا. وفاة 3 هولنديون بعد انهيار جليدي في تيرول. وزوج يطعن زوجته ثم يطلق النار على نفسه. وأخيرا حالة تأهب بين مربي النحل في سالزبورغ بعد الكشف عن الدبور الأسيوي. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة 3 أيام عيد الفطر المبارك. أعلنت المحكمة التجارية في فيينا تحويل إجراءات الإفلاس لشركة سيجنا هولدينج من إعادة هيكلة إلى إفلاس بعدما تقدمت الشركة بطلب لتغيير المسار. وتحذر التطورات الجديدة من خسائر كبيرة للدائنين وفقا لبيان من مدير الإفلاس كريستوف شتاف. وتتألف سيجنا هولدينج بشكل أساسي من حصص شركتيها الفرعيتين والتي تملك أصولا في الولايات المتحدة. ويعتبر الإفلاس نتيجة منطقية لخطط إعادة الهيكلة الائتمانية، وتعتبر سلسلة هذه الإفلاسات الأكبر في تاريخ النمسا مع مطالبات تفوق 7.8 مليار يورو. أجرى المستشار النمساوي كارني هاما محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة صفقة الرهائن مع حماس. وحث نهاما السيسي على استخدام نفوذه كوسيط في النزاع، حيث لا يزال مواطن نمساوي إسرائيلي محتجزا في قطاع غزة لدى حماس. وأكد نهاما على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان نهاما قد أرسل مبعوثه بيتر لونسكي لزيارة قطر وإسرائيل للتشاور مع جميع الأطراف. وحرص نهاما على تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. اقترح حزب الشعب الحاكم إعادة تنظيم قواعد لم شمل أسر اللاجئين وضرورة إثبات قدرة المقدم على دعم عائلته في النمسا. وأكد الأمين العام كريستيان شتوكر أنه بموجب النظام الحالي يمكن أفراد العائلة لمن يحصلون على حق اللجوء تقديم طلبات الحصول على تأشيرة دخول خلال 3 أشهر، وبعد الموافقة يحق لهم طلب اللجوء والحصول على نفس مستوى الحماية. وأشار شتوكر إلى أن فيينا تواجه تحديات بسبب زيادة طلبات لم الشمل خاصة في المدارس والسكن. توفي 3 شبان هولنديين في حادث انهيار جليدي بالقرب من منتجع سولدن للتزلج في تيرول، فيما يزال البحث جاري عن شخص آخر مفقود. وتم انتشال جثتين وإنقاذ شخص ثالث لكنه فارق الحياة لاحقا، حيث وقع الحادث على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر، وصعوبة الوصول إلى الموقع إلا بواسطة طائرة هليكوبتر. واعتشت تيرول مستوى معتدل من التحذير من انهيارات الثلوج، مع تحذيرات من احتمالية حوادث جليدية نتيجة لهشاشة الثلوج. هاجم شخص شريكته بعدة طعنات في الجزء العلوي من الجسد في أحد ضواحي إنسبروك، ثم قام بإطلاق النار على نفسه متسببا لنفسه بجروح بالغة. ونشب الشجار في منزل العائلة، حيث أصيبت الشريكة بجروح خطيرة في الرقبة، ولكنها فرت وتمكنت من استدعاء الشرطة. ووجدت الرجل على سطح المنزل يهدد بالانتحار، ولذلك استخدمت مسدسا كهربائيا لوقفه، لكنه أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على نفسه، وتم نقلهما للمستشفى. ولم تكشف الشرطة عن جنسية الجاني، ولكن يعتقد أنه
نمساوي. رصدت عيادة كريستيان دوبلر البيطرية الدبور الآسيوي للمرة الأولى في النمسا، ما دفع مربي النحل في سالزبورغ إلى التأهب. وعثر على الدبور الآسيوي حيا في أحد المزارع، وهذه أول حالة مؤكدة في البلاد، حيث يشكل هذا الاكتشاف تهديدا خطيرا على نحل العسل المحلي، لأنه يمكن لسرب واحد من الضبابير أن يستهلك مئات النحل يوميا. وطلبت العيادة مربي النحل بالإبلاغ الفوري عن أي رصد للدبور الآسيوي، مع تخصيص خط ساخن لذلك في سالزبورغ. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.